مبادرة قطاع السياحة وال50 مليار جنيه اللي هو المبادرة بتاعت القطاع السياحي، ان هو انه يزود عدد الغرف الفندقية 250 ألف غرفة فندقية. انا يعني انا الحقيقة اي فوت فور، يعني اصوت لمختلف المبادرات في القطاعات الانتاجية، سواء انتاج خدمي زي السياحة او انتاج يعني صناعي او زراعي. من مبادرة ابدأ ايضا جيدة، خصوصا ما يتعلق بالصندوق اللي كان عايزين يعملوه، عشان لان انا عندي مشكلة في التمويل الصناعي، فلو هذا الصندوق هيساهم بشكل او باخر في تمويل الصناعات يعني المصانع الجديده وانشاء المصانع الجديده وتوسعات المصانع القائمه، فلا هل الحل ده هنسميه شورت تيرم؟ يعني حل قصير المدى ولا طويل المدى؟ لانه ممكن يشتغل معايا بسرعه وممكن يكمل معايا في الاجل الطويل، لكن ممكن ثماره تؤتى في فتره قصيره، غير اللي انا ابقى قاعد مستني ان كل الامور تتصلح في وقت واحد، ده مش هيحصل. لكن برضو ما ينفعش ان انا ابقى، هم حتى في البيان الصحفي بيقولوا ان عايزين البنك المركزي يبقى داتا ديبندنت، يعتمد على البيانات. انا ما ينفعش ابقى كل اقتصادي داتا ديبندنت، يعني ما ينفعش ابقى معتمد على اللي بيحصل يوم بيوم، لازم يبقى عندي تصور بعيدا عن الاتفاق مع الصندوق، مع كل التقدير لهذا الاتفاق، لكن مثلا انا عندي اولويات. مساله رفع المحروقات كان ممكن تاجلها من وجهه نظر.